فاجأت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها بلوك جديد مختلف وجذاب، واستشارت الجمهور لمعرفة رأيهم في الشعر الأحمر. ونشرت سيرين عبر صفحتها الخاصة على موقع انستغرام صورا بفستان أسود اللون يبرز جمالها، واعتمدت اللون الأحمر والقصير في شعرها مما اعتبره الجمهور يليق بها كثيرا، وعلقت مين بحب الشعر الأحمر. ويذكر أن سيرين تشارك حاليا في مسلسل دور العمر، وهو من إخراج سعيد الماروق ومن بطولة سيرين وعادل كرم وطلال الجردي ويارا فارس والعديد من الفنانين اللبنانيين والعرب. المشاهد تيفي، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.